كاين اتهامات صريحه وجهت لشركه التامين بخصوص عدم يعني صرف التعويضات خاصه بالضحايا محرقه روزامور. انا هذه الحادثه ديال روزامور اللي هي حادثه مفجعه اللي كانت وقعت في 2008 هو واحد الملف اللي هو كبير ومعقد واللي فيه واحد العدد ديال الضحايا وعائلات الضحايا وفيه عدد ديال المصادر. غادي نجاوب على هذا السؤال ونطرق للشقين، الشق الاول اللي هو الجانب الاجتماعي والانساني والجانب الثاني اللي هو الجانب القانوني. غنبدا بالجانب الانساني والاجتماعي باش نقول بان شركه سهم التامين خدات القرار انها تعوض هاد الضحايا وعائلات الضحايا بالمبالغ الكبيره اللي صدرت في الاحكام اللي هي كتفوق 36 مليون ديال الدرهم، وذلك الصفة الاجتماعيه والانسانيه لان كاين ضحايا، كاين الناس اللي ماتوا، كاين الناس اللي عندهم اضرار كبيره، وهاد الناس عندهم احكام. اذا شفنا بان هاد الاحكام اللي هذا حنا غادي ننفذوها، واخا ماشي ملزمين اليوم اننا ننفذوها لان حنا طلقنا واحد المسطره ديال النقد والابرام، وغادي نشوفوا داك المسطره كنظنوا انها غادي تنصفنا. علاش؟ لان هنا غادي نمشي للجانب الثاني اللي هو الجانب القانوني، لان الموقف ديالنا هو موقف واضح. حنا عندنا عقد مع الشركه اللي هي روزامور بالطبع، عندنا جوج العقود، عندنا عقد على حوادث الشغل اللي تم التعويض ديال الناس، هاد الضحايا هادو تم التعويض ديالهم في اطار العقد على حوادث الشغل، وكاين العقد الثاني اللي هو متعدد المخاطر لا ميتي ريسك اللي فيها واحد العدد ديال الضمانات، ضمانه ديال التعويض على الحريق ولا الضمانه ديال المسؤوليه المدنيه. فهاد الشق ديال المسؤوليه المدنيه كاين عندنا واحد، عندنا هذه الضمانه وعندنا واحد المساله اللي هي مهمه اللي هي صلب الموضوع، هو ان شركه سهم التامين كتضمن شركه روزامور بواحد السقف ديال الضمان، شنو غادي ان بلافون دو غارونتي اللي هو 700,000 درهم. اذا اقصى تعويض يمكن شركه سهم التامين يمكن لها تقوم به في اطار هذا الضمان ديال المسؤوليه المدنيه هو 700,000 درهم، هي 70 مليون ديال السنتيم. وحنا الان كنتكلموا على واحد الملف ديال 36 مليون ديال الدرهم، اكثر من 50 مره اكثر من ذاك سقف الضمان، اللي هي مساله ماشي معقوله. واني واخا داك الشيء كما فسرت في الاول قلت احنا من الجانب الانساني والاجتماعي قلنا غادي نعوضوا هاد الناس اللي عندهم احكام ب 36 مليون ديال الدرهم، ولحد الان تم التعويض ديال الثلثين ديال هاد الناس، توصلوا بالمبالغ ديالهم وتوصلوا، والثلث الاخر راه كيعرف المسطره ديال التعويض. انا كما قلت راه كاين 280 مستفيد، كاين عدد المحامين، كاين مصادر، حتى المصادر ديال التنفيذ هي مصادر مختلفه، كاين اللي مشى للمسطره ديال المكتب التنفيذي، كاين المصادر ديال الحجز على لا سيزي على لي كونت على الحسابات البنكيه. اذا هو ملف معقد وكبير، واني حنا خدينا القرار اننا غادي نعوضوا، وعوضنا الثلثين، والثلث اللي بقى راه من خلال الاسابيع المقبله ان شاء الله حتى هما الناس اللي عندهم ملفات واجده وقدموها للشركه حتى هما ياخذوا التعويضات ديالهم. واني الصلب الموضوع انا اللي قلت لكم هو ان هذا موقف نبيل واجتماعي اللي خديناه كشركه، لان احنا التعويض الاقصى اللي خاصنا نخلصوه في هذا الملف هو 70 مليون ديال السنتيم، او الا خدينا الضمان ديال التعويض على الحريق هو 100 مليون ديال السنتيم، الا اننا الان رحنا في صداد تعويض ديال 36 مليون ديال الدرهم ماشي السنتيم. ديك 3 مليار في المداخلة، احنا كنقولوا بان هاد الاحكام اللي صدرات بالقيمه ديال التعويضات يعني القضاة هما اللي عندهم الاحقيه وعندهم المعلومات بان يقولوا ها هو التعويض اللي كيمشي مع نوعيه الضرر ومع هذا. احنا ما كندخلوش حنا في القيمه ديال التعويضات، احنا كنظنوا بان هاد الناس كيستاهلوا انهم يكون عندهم تعويضات وتعويضات في المستوى، لان كانوا الناس اللي ماتوا وكانوا الناس اللي عندهم اضرار بالغه. احنا كنقولوا شكون اللي خاصو يعوض؟ اللي خاصو يعوض هو المسؤول، ومني كيكون عنده
واحد العقد ديال التامين. شركه التامين كيخصها تعوض بداك الشيء اللي عندها في سقف الضمان اللي هو 70 مليون. الشيء الاخر اللي مسؤول هو اللي كيخصو يعوضه. دابا هذا الشيء هذا تفسير قانوني. دابا حنا من الناحيه الاجتماعيه قلنا غادي نعوضه وغادي نمشيو للقانون اللي حنا الحمد لله عندنا الثقه الكامله في القانون ديالنا وفي لاباري جوديسيير ديال المغرب الحمد لله، وان غادي يكون هذا الشيء كله غادي ينصفنا باش ما تكونش واحد الهفوه اللي تصلح لنا لا في هذا الملف هذا ولا في الملفات، وتصلاح القطاع التأمين بصفة عامة ماشي غير شركات سهام ولا المجال العقود ماشي غير قطاع التأمين، حيث ملي كيكون واحد العقد كان واضح خاص القانون يرتكز على ذاك العقد، ما يمكنناش نمشيو خارج العقد.